من الشعر إلى الرواية، حيث جمعت الأديبة لما توفيق عباس بين النثر والشعر بتجربة جديدة ومختلفة في الرواية الشعرية. سفر الأرواح لأول مرة في الأدب السوري، حيث عبرت عنها ببعض كلمات. أحياناً تبدأ الحياة من النهاية، كما يبدأ عمر جديد من قبر صغير. تجربة أدبية، هي رواية شعرية، يعني هي أول مرة بتصير، بعتبر حالي يمكن مغامرة تكون مغامرة، لكن في كونه عم نحكي عن أرواح وعم نحكي عن محبة وعم نحكي عن صفر وسفر ووجع، ففي أماكن ما ممكن توصلي لها عن طريق الكلمة، بدك تحلقي فيها عاليا، يعني غير الشعر أو التكثيف الومضة أو الصورة الشعرية ما حيخدمك ويساعدك فيها. هذا العمل يأتي بعد الديوان الأول اللي اسمه صهيل الغمام، ومن ثم 6 ساعات رواية طبعاً بتحكي عن الحرب. واليوم نحن أمام عمل يبدو شيء من الاختلاف بطريقة تجنيس هذا العمل، يعني هي رواية شعرية استطاعت الكاتبة يعني لمى عباس أن تماهي في تقديم الحكاية من خلال مجموعة من المقطوعات الشعرية ومجموعة من الوحدات السردية في حرفية. أنا أزعم أنها تجربة جديدة جدا إما بالأدب السوري أو حتى على مستوى تجربة لمى عباس بنفس الذات. سفر الأرواح بمعنى أنه كتاب. هلأ أنا لي قراءة نقدية خاصة بالرؤية الفلسفية بالرواية، يعني الرواية الشعرية يعني ما في شيء اسمه رواية شعرية، يعني هذا يمكن شيء جديد كرواية شعرية. بالعادة في مسرحية شعرية نص شعري، بس رواية وشعر هذا يمكن شيء جديد. هلا فيما يخص الرؤية الفلسفية للموضوع، هي قائمة كلها على فكرة التقمص. عم نحتفل بحفل توقيع لمى عباس الروائية وليس العكس. ليش ليس العكس؟ لمى عباس لما بيكون الاسم حقيقي ببعده الأخلاقي والوجداني والوطني والإبداعي، فبيكون الاسم بحد ذاته هو القيمة المضافة لأي لقب أدبي آخر. الرواية لسه اليوم حفل التوقيع ما اطلعنا عليها، لكن أنا مؤمن مطلق الإيمان بإبداع أنه لمى عباس الأنثى السورية الروائية المبدعة القادمة من الشمس. سفر الأرواح هي المدونة 3 بالتجربة الإبداعية للأديبة والشاعرة لمى توفيق عباس، حيث استطاعت الأديبة أن تماهي بتقديم الحكاية من خلال مقطوعات شعرية، وهي بذلك تجربة جديدة ومختلفة في الأدب السوري.